بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أيها الطلاب الأكارم، طلاب الصف الأول المتوسط في مادة لغتي الخالدة، في درس جديد تابع لشركة تطوير في خدمة دروس بعنوان رسم حرف الألف بخط الرقعة. هنا تمهيد: رسم حرف الألف بخط الرقعة. أرسم الأحرف التي تدخل في تركيب الكلمة الواردة داخل الدائرة. انظر هنا الكلمة أعلامنا، هنا الكلمة أعلامنا، أريد أن أرسم الأحرف التي تدخل في تركيبها. أحسنت، هنا الهمزة هو أول حرف فيها. أيضا أحسنت، الحرف الثاني هو حرف العين، وأيضا اللام أحسنت هو الحرف الثالث، وأيضا الألف أحسنت، والميم، وأيضا النون، وكذلك الألف. انظر أيها الطالب الكريم لهذه الحروف، هي بمجموعها تركب كلمة أعلامنا. الآن أسمي الحرف الذي تكرر في الكلمة ثم أكتبه. انظر لي الحرف أو رسم الحرف الذي تكرر في الكلمة لأكثر من مرة. ها أحسنت، إنه حرف الألف. انظر، هو حرف الألف هو الذي تكرر في هذه الكلمة، كلمة أعلامنا، لأكثر من مرة. الآن أيها الطالب الكريم أكمل الجدول التالي وفق المطلوب إن أمكن. أريدك أيها الطالب الكريم أن تركز في هذا المثال، موضع الألف في كلمة أعلامنا. انظر لكلمة أعلامنا، ها انظر لموضع الألف، نريد أن نتعرف عليها، هل يقع في البدء؟ أحسنت، نعم وقعت في بدء الكلمة، وأيضا أحسنت في وسطها أيضا، وأيضا في الطرف. إذن الألف حرف يقع في بدء الكلمة ووسطها وفي طرفها. طيب، نريد الآن أن نتعرف على صورة حرف الألف، هل يكون منفردا أم متصلان؟ انظر لكلمة أعلامنا هنا، هل ألف هنا وردت منفردة أم متصلة؟ أحسنت، هي وردت منفردة، نعم كما نلاحظ هنا في الهمزة، وأيضا وردت متصلة كما في أعلامنا، هنا الألف هنا وردت متصلة بما قبلها. الآن نتعرف على صورة الحرف، أي حرف الألف منفردا. لاحظ أيها الطالب الكريم هنا هذه صورة الألف منفردا، انظر خط رأسي من أعلى إلى أسفل، خط رأسي من أعلى إلى أسفل، وأيضا ارتفاع عن السطر، لابد أن يرتفع عن السطر قليلا، إذن هو خط رأسي من الأعلى إلى الأسفل، ولابد أن يكون مرتفعا قليلا عن السطر. إذن هنا نماذج أخرى، انظر خط رأسي من أعلى إلى أسفل وارتفاع عن السطر قليل، وأيضا هنا النموذج الثالث. أعيد، الآن أريدك يا طالب الكريم أن تعيد على هذا الحرف حتى تستطيع معرفته جيدا، حتى تستطيع معرفته جيدا. كما قلنا نرسمه من الأعلى، خط رأسي من الأعلى إلى الأسفل، أحسنت أيضا، ممتاز، وأيضا أحسنت، خط رأسي من الأعلى إلى الأسفل في البداية مع ارتفاع عن السطر عند النهاية، عند النهاية. الآن أرسم حرف الألف، ها هل تستطيع؟ أحسنت، ممتاز، أيضا ممتاز، أحسنت، نموذج ثالث، ممتاز، أحسنت. إذن هذا هو حرف أو صورة حرف الألف منفردا. نأتي الآن إلى صورة حرف الألف متصلا، صورة الحرف متصلا. انظر لهذا النموذج، كلمة لا، لا الألف هنا اتصلت بحرف قبلها هو حرف اللام. انظر ترسم الألف في وسط اللام، ترسم الألف في وسط اللام هنا، نعم موازية لرأسها، لابد أن تكون موازية لرأس اللام، إذا رأس الألف ورأس اللام متوازيتان. انظر أيضا لكلمة باء، لما نكتب باء ألف حرف الباء متصلا به ألف، ماذا نقول أو كيف نكتبه؟ انظر لابد هنا من أن تكون الباء ثم تأتي الألف صعودا من أسفل إلى أعلى بزاوية قائمة. نحن تعلمنا أنه عندما يكون منفردا نأتي من الأعلى إلى الأسفل، لكن عندما يكون متصلا بأي حرف سواء الباء أو غيره لابد لنا من صعود من أسفل إلى أعلى، ولا بد أن تكون هنا زاوية قائمة، زاوية قائمة. انظر
هنا في كلمة عندما تتصل الألف باللام أيضا وحرف قبلها نقول بلا مثلا، بلا كلمة بلا، انظر هنا كلمة بلا ترسم الألف في وسط اللام موازية للوصلة الصاعدة، انظر هنا وصلتين فتأتي الألف موازية، تأتي الألف موازية لها. طيب والآن أعيد، انظر أعيد، نرسم حرف لا ثم ها أحسنت ثم باء، عندما تكون متصلة نقول نصعد من أعلى أو من نصعد من أسفل إلى أعلى وتكون الزاوية قائمة كما تشاهد هنا. أيضا كلمة بلا ها أحسنت لابد أن تكون ترسم الألف وسط اللام موازية للوصلة الصاعدة، لابد أن تكون هنا متوازية. أرسم أحسنت، ممتاز، أيضا هنا أحسنت. أقوم بكتابة حرف الألف بخط الإقعاء منفصلا ومتصلا في الجمل التالية، انظر هنا حرف الألف أحسنت، وأيضا هنا متصلا بالحاء، وأيضا في كلمة التاريخ أيضا لابد أن يكون متصلا، اللام لابد أن تكون متوازيتان أحسنت، أيضا ما هنا أيضا قائمة الزاوية عندي، وهنا منفردة. تقييم، اختار الأوراق التالية الجملة الصحيحة، أي الرسم التالي صحيحا رسم الألف متصلا بخط الرقاء، هل هي الرسمة الأولى أم الثانية أم الثالثة؟ أحسنت، الرسمة الأولى، كنا تكون متوازيتان الألف واللام. الملخص، رسم حرف الألف بخط الرقاء منفصلا هكذا من أعلى إلى أسفل ومتصلا تكون هنا متوازية مع اللام وهنا تكون بزاوية قائمة وهنا أيضا تكون متوازية مع